الزوريتك إكزما. فكرتوني الأول إيه الفرق بين البروفيس ودوت، عشان بس في ناس بتلخبط بين الاثنين. هو طبعا العيان في ال في ال في ال في الكومبلينت بتاعته يعني في البرايفت عاوز ياخد حاجه خفيفه تاني يوم. فانت يعني انت ممكن تكوني يعني ممكن تكوني اجريسيف شويه في التريتمنت، بس ما تدخلوش في مشاكل. يعني انا جت لحاله الراجل دوت اتصل بيا، ف طب انت مستعجل؟ قال لي اه. قلت له خلاص انا راجع بالليل هعدي على العياده اشوف. المهم تقريبا حصل موبايل قفل وخلاص ما شفتش الراجل. عدى عليه يومين ثلاثه لقيته بيتصل بيا تاني، انت فين؟ انا هاجي لك في حته فلانيه. جه الراجل، انا طبعا اتخضيت من المنظر. هو شايل مراته شايلينها جايبينها في عربيه اسعاف وشايلينها ومدخلينها اتنين رجاله كده ايه شايلينها. طبعا ببص فيها، ببص على رجليها بتاع عندها فيسكولايتس، انا مش قادره تمشي طبعا، قاعده تصوت من ايه من البين اللي موجود، من الارثرايتس اللي موجود. في اليومين بقى اللي هو ما جاليش فيهم دول كان راح الاستاذ كبير، فكتب له فلوكرال ومش عارف سيبازول وانتي استامين ولا حاجه طبعا. خلي من دول ايه الكريسكولايتس علاقته؟ ان هو انفكشن، ده ممكن يعني ده هو بيدي رياكشن انفكشن كان. وطبعا العينه دي يعني خلاص دي انديكيشن ديستروي، هتسيبيها تقعد بقى تعيط طول الليل والنهار، وعندها طبعا سيفير ارثرايتس. استحاله يعني تشوفي منظرها وهي بتصوت من الارثرايتس الموجود عندها، لازم ناخد استرويد. بس حاله زي دي اخاف لما في حاجه بالجي دي او بالطبيعه تخش ليه ما بقى احجزهاش بطنها حتى. هي معاها مايلد فاسكولايتس، هي معاها مايلد فاسكولايتس ومعاها سيفير ارثرايتس. يا دكتور، دكتور ماما كانت بتحكي لنا ان في حاله فاسكولايتس ودولها استرويد وطلع في سببها انفكشن. اتش اي في مثلا. اه كان اتش اي في، اللي هو عنده فيكتور الكونتر. امتى الاسترويد تعمل اميون سوبريشن؟ هل دي الحقنه التبرفوس اللي تاخدها تعملها اميون سوبريشن؟ مش معقول يعني. يعني انا في الحاله دي ليه؟ لو انفكتد انفكتس برضو مش دي جورانك استرويد اللي هتقدر توصلك العيان للميون سوبريشن. استحاله يعني. في الحاله بتاعت الباسكولايتس حضرتك اديتها هيستوكورتين ولا ديبروفوس؟ اديتي بتاعت ديبروفوس وكملت لها بعد كده هيستوكورتين. بس هو الفكره ان انا مشخصه، يعني انا مشخص دي حاله باسكولايتس ومعاها سيفير ارثرايتس فخلاص، ومشيت معاها انفستيجيشن واديت لها سيستميك انت زي هيب الزوستر. انا قلت لك على موضوع هيب الزوستر، ممكن تدي سيستميك استرويد لما يكون العين كويس. بس ده بس مش الهيب الزوستر ده قدي سيستميك استرويد مع اندر ذا كوفر اوف انتي بايوتيك. اه والعين تكون صحته كويسه. هو الكلام ده كله طيب ماشي. ما هي يعني هنا يعني الارثرايتس انديكيت لايه؟ ده اسوسيشن مع فاسكولايتس. ماشي، ما هو اسوسيشن بس مش ما ينفعش ان ممكن يكون في حاجه رينال او جي اي تي او هيباتيتس سي. طيب ده في الانفستيجيشن بتاعتك ده وارد تلاقيها، حتى لو اديتيها برضو يعني هي حاله معاها هيباتيتس سي، ايه اللي هيحصل لها لو خدت استرويد؟ مش هيعمل اكتيفيشن من الانفستيجيشن، مش من الجرعه، مش من الجرعه دي. طب مش من الجرعه دي لما تستجيب للفاسكولايتس لازم تحتاج جرعه استكورتين عليه. ما هو انت انا بقول لك انت بتوازني ساعتها، انت العينه ديت دي غصب عنك لازم تديها سيستميك سترويد، هتسيبها هتدي لها ايه تستجيب في وقتها؟ مفيش حاجه تانيه. لو هتدي لها بقى يقدمها في مشيت تديب الفلوس ولسه كاتبين مع بعض؟ لا طبعا حاجه من اثنين مش كاتبين مع بعض. برضه جايب البين ده مش هتديب الفلوس طبعا هجيب معاها نتيجه ياخد وقت. لا بدام جايه سيفير بين كده ما هتحسن معاك مباشره باول جرعه استرويد. اول جرعه استرويد هتاخدها في اول يوم هتحسن معاك، بس طبعا ظبطي لها الجرعه. جرعه استبوتين يعني؟ اه ظبطها لها على دوز ايه؟ 100 جرام كل كده. لا اكيوت كونديشن 40 60 يعني. نظر لكم بس ال بدل ما انت بتاخد فلوس هو الفلوس اللي بتدخل لهم دلوقتي بيقعد قد ايه؟ بعد شهر تقريبا. لا يعني من 3 اسابيع لشهر. يعني انت هتديها بعد الشهر حاجه ثانيه ولا
لا مش هتحتاج لو هي حاله مثلا زي بوفليكس ما بتحتاجش يعني ما بتحتاجش اكتر. دكتور انا امتى ادي استرويد في الفلوس دكتور يعني؟ اقول لكم بعدها في البريك بعد ما اخلص عشان بس ما ايه ما تخلكوش عشان ما اضيعش الوقت. فكرني بس بقول لك عن طيب ايه الفرق بين البونفليكس والحاله دي؟ مش ايه الفرق بين البونفليكس والحاله دي؟ تمام ايه الفرق بين البونفليكس والحاله دي؟ البالمو بلانتر باستي لوز بسلر سرايس اه ايه الفرق بين ده وده؟ ما هو ده ليه اكيوت اونست وفيزيكال اوبس دي بتبدا باستيور والثانيه. طيب طب افرض البونفليكس حصل له انفكشن بقى فيه بس افرق بين ده وده ازاي؟ هيستوري بس تادي هيستوري ده كان بونفليكس كان كلير خلاص. طبعا ده لو اديته سيستميك سترويد ممكن دخله في جنرالايز بسلر سرايس كونتر انديكيتد انما الثاني هدي لك سيستميك سترويد. على فكره الاثنين ممكن ادي فيهم سيستميك انتيبوتيك لان ده البكتيريا الانفكشن لها رول هو ده سترايل باستيولز مش انفكشن ده سرايس ده سترايل باستيولز بس بيجي رياكشن لبكتيريا الانفكشن ساينوسايتس فارنجايتس هكذا. خلي بالكم بين البالمو بلانتر فيزيكلر والباستلر يعني مش انفكتد ده لا مش انفكتد يعني ده جامد دي طالعه كده سرايس باستلر سرايس بالمو بلانتر باستلر سرايس او حتى لما يجي يبدا يحصل له ريزولوشن يبدا يحصل كراستيشن ممكن كده وممكن كده مش كمان مش ده دكتور لازم معاه ليست خدت سورايسز بالمو بلانتر اي بالمو بلانتر باستولوزس وات ايفر ذا فيرست اتاك اور كرنت اتاك كونسيدرد از باستولار سورايسز مش لازم يبقى في عندي ليست للسورايسز. لا احنا عندنا الباستولار سورايسز ممكن يبدا انت قصدك على جنرالايز باستولار سورايسز جنرالايز باستولار سورايسز ممكن يبدا جنرالايز باستولار سورايسز لكن 90% من حالاته هو سورايسز للجارز وحصل له مشكله دخلته في باستولار سورايسز مثلا خد سترويد مثلا وقف العلاج فجاه دي الحاله دي ولا جنرالايز باستولار دي ده هي دي الناس بتقول ده رياكشن لبكتيريا الانفكشن الحاله دي يا دكتور جايه في بانو انما الموفليكس اساسا بيطلع هنا والسايد بتاعت الفينجر لا هنا في البالم اكتر شويه. الزيروتيك اكزيما هناخد بريست بعدها انتوا عارفينها بيسموها استيتوتيك اكزيما او اكزيما كراكلي بالفرنساوي. طبعا الاكزيما كراكلي ده عباره عن زيروتيك اكزيما بتحصل نتيجه الزيروزس اللي بيحصل. الاكزيما كلينيكالي بيبقى اسكيلي بوليجونالي فيشرد سكين اسوشيتد وذ سيفير اتشينج اند اكسكوريشن. هو الراجل العظيم اللي اسمه فيتز باتريك شبه ال الاستيتيك اكزيما او الزيروتيك اكزيما او دراي اكزيما ب درايد ريفر بيد. عارفين النار لما بيجف بيحصل ايه؟ هو ده نفس المنظر بتاع الزيروتيك اكزيما. اسبابها ايه؟ رقم واحد او عامه اسبابها لما بيقل السكريشن بتاع السيبوم لما بيقل السكريشن بتاع السويتنج بيحصل زيروزس في السكن او لما بيحصل ديزربشن في الابيديرمال بارير بيحصل ترانس ابيديرمال ووتر لوس. ايه اللي حاجات اللي بتعمل تبوظ الابيديرمال بارير ويحصل ديكريز سويتنج ديكريز سيبشن سكريشن؟ رقم واحد الايجنج. الايجنج بيحصل حاجه اسمها اندروبوز زي المينوبوز بيحصل اندروبوز يعني بيقل الاندروجين فبيقل السيبم. فالراجل اللي سنه كبير بيبص تلاقي جلده جاف لان السيبم سكريشن عنده قل. رقم اثنين ديكريست هيوميديتي اند كولد. كلنا في الشتاء نيجي تلاقي على الترانك وعلى الليكس بدا يظهر باودر سكيلز ديكريست هيوميديتي اند كولد. رقم ثلاثه الرونج بيهيفير. الناس الكبار برضو متعودين في الشتاء يقعد يجيب الليفه يقعد يدعك جامد 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 الاكسس يوز اوف سوب الليفه
الاستعمال الووتر وزود ايموليانت بعد الووتر هيدخله برضو في زيروتيك اكزيما. رقم أربعة ممكن يكون اتوبيك يبقى عنده انكريز دي ترانس بديرما الووتر لوس وزيروزيس ويجيله زيروتيك اكزيما. رقم ممكن يكون اكسيوتيك هو اصلا عنده اكسيوزيس برضو بريدسبوز لي الزيروتيك اكزيما. طيب ممكن بياخد دراجز بتقليل السيبم سكريشن. ايه دراجز اللي بتقلل السيبم سكريشن؟ هو السيبم بيطلع عن طريق الاندروجين. يبقى لو اديت انتي اندروجين طيب زي ايه الالداكتون مثلا انتي اندروجين تمام. كمان رقم سبعة المال نيوتريشن. المال نيوتريشن بيخلي لي بعض الاستنشال اسيدز اللي موجوده في الجلد اللي بتدي المويسترايزنج افكت زي اللينوليك اسيد واللينولينيك اسيد بيقل وممكن يحصل زيروزيس. رقم 8 هو الاكسيوزيس والجنرالايز زيروزيس دول كونديشن زي بعض. ممكن يكون الاندرلاينج ايتيولوجي ايه مالجنسي وعامل له زيروزيس. ممكن يكون نيورولوجيكال ديس اوردرز بتاثر على السويت جلاند سكريشن يعني هيموبليجيا النص بتاع الجسم دوت مفيش فيه انرفيشن فبتاثر على السويت جلاند سكريشن وبالتالي ممكن يحصل زيروزيس. كل الكلام اللي كتبوه في ورقه باصص سيرجي مالناش دعوه بيه. كلينيكال بريزنتيشن كلام سهل خالص هي درايد ريفر بيد او سكيلي فيشر اكسكريتد اتشي الزيروتيك اكزيما. في نوعين منها في نوع بيجي على الفور ارم او في نوع بيجي على الليجز اشهر مكان بريتيبيال اريا بريتيبيال اريا لكن ممكن تيجي على الترانك السايز بتاع الترانك ونشوفها او على الفور ارم منتشر قد جدا هتشوفها كده جدا في الاعداد اللي هي الزيروتيك اكزيما. طبعا كل الكلام ده ما يعني مالناش دعوه بيه كلاسيكيشن ده كله كلام دش خلاص. انا ازاي اعرف حاله زيروتيك اكزيما عشان لو جات لكم في العياده؟ اول حاجه كوركشن اوف اندرلاينج ايتيولوجي العرش صوبس والبيهيفير بتاعه ونحاول نظبط الهوميديتي والتمبريتشر عنده كمان والافودنس يوز كاني بعالج حاله اتوبيك بالظبط. مفيش صوبس استعمل مفيش صوبس مفيش تكستايل كلوزز مفيش استعمال ليفه. في حاجات ممكن هزودها لكم على الورقه على فكره مهمه جدا لازم العيان يشرب ميه كتير جدا 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 عشان يحسن الزيروتيك اكس. حتى انا بنساهم على العيان لازم يشرب ميه كتير جدا عشان يحسن الزيروتيك اكس. طبعا كلنا ما بنشربش ميه الا لما نعطش واحنا بنعطش لكل يومين ثلاثه تمام فده طبعا غلط. زي الاتوبيك درماتايتس هيخش الشطاف هيقعد في البانيو 10 دقايق في ميه فتره ممكن احط له فيجيتابل اويل. بعد ما يطلع من البانيو مباشره هينشف نص تنشيف ويستعمل ايموليانت زي الفيزلين في خلال 3 دقايق وهو في الحمام قبل ما يطلع من الحمام زي الاتوبيك بالظبط. ممكن استعمل توبكال كورتيكوسترويد عشان الاكسكريشن والايتشنج والاريسيما او توبكال كورتيكوسترويدز ممكن استعملها يا اما اندر اوكلوجن يا اما بحاجه اسمها سوكينج اند جريزنج تكنيك. سوكينج اند جريزنج تكنيك سوكينج سوكينج ذا افكتد بارت باي زيروتيك اكزيما رجله احطها مثلا في ميه فتره حوالي 10 دقائق كده حصل هيدريشن للستراتم كورنيوم ده سوكينج 10 دقائق. جريزنج كورتيكوسترويد اوينتمنت او ايموليانت يتحط على السكن اندر اكلوجن لمده حوالي اب تو 2 ويكس فيري افكتيف تريتمنت اوف زيروتيك اكزيما ده سوكينج اند جريزنج تكنيك. كان في حاجه اسمها التو باجاما تكنيك في الاتوبيك درماتايتس انا مش عارف هو غريب جدا طبعا هو بيجيب اربع بيجامات قطن تمام بيبل اتنين منهم بيجامتين ويدهن جسمه ايموليانت او توبكال كورتيكوسترويدز بالاحتياطات المعينه احنا قلنا عليها الكميه على حسب البوتاس بتاع الكورتيكوسترويدز وبعد كده يلبس البيجامتين اللي هم مبلولين ميه فتره ويلبس فوقهم بيجامتين دراي ده هيموت مش هيجيله برد بس هو يمكن الكلام ده هيموت عندنا مش عندهم يعني. تو بيجاما تكنيك اللي هو ايه زيروتيك اكزيما في الهاند لما تيجي تكون درماتايتس مليون حاجه التبشير من الصابون وما بتشغلها في البيت والمطبخ يعني كده يعني هو الكونتاكت درماتايتس انا هشرح لكم الهاند اكزيما دي يعني من الترابيزه من القلم من التبشير من الكمبيوتر من الفيسبوك من اللي مش عارف ايه اي حاجه
اي حاجه من صابون الوش من يعني انا حتى بوصل لعينه اقول لها خدي جوانتيات اغسلي بيها وانت بتغسلي شعرك بالشامبو حطها لهم. ومع ذلك ممكن القصه كلها ممكن انت ممكن لا تعمل لها ممكن لا طيب اخطر حاجات ازاي اعمل لا 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 هو هو, هو.